كنت متزوجه بواحد السيد من تاونات، وقع مشكل معاه ما تفاهمناش، طلقنا. درت عليه دعوه النفقه. ملي درت دعوه النفقه درت واحد المحامي، ديك المحامي مشى معايا مزيان. في الاول كان خدام معايا مزيان، عطاني الشيك ملي نخرج لي، مشيت لعندو عطاني الشيك، قال لي ها هو صرفيه، وما خداش البورسونتاج ديالو بزاف، خدا شي حاجه قليله باش بين لي بانه زعما فيدل، بانه مزيان. صافي رجعت بحالاتي، بقيت متبعه القضيه. واحد النهار عيط لي الطليق ديالي، قال لي راني دفعت الفلوس، راه جاو عندي من المحكمه قالوا لي خصك تدفع. راني مشيت دفعت لك الفلوس، واش شديتي شي حاجه؟ قلت له انا ما شديت والو. قال لي طلع لعند المحامي ديالك، وعطاني التواصل، قال لي انت انا راني دفعت لك النفقه في المحكمه، ها هما التواصل عندي. خديت تواصل من عنده ديك لي فوتوكوبي ديالو، خداو الاصلين وانا خديت الفوتوكوبيات ديالهم، وجيت لعند المحامي قلت له شنو هذا الشيء؟ قال لي انا ما شفت والو، ما عنديش انا الشيك ديالك. دابا تنبحث وعاودي طلع لعندي، بقيت طالعه هابطه، كنمشي ونجي كنمشي ونجي. واحد النهار مشيت للصندوق ديال المحكمه، قلت له نعطيك السر واش جات شي فلوس. بقى تيقلب، قال لي اه جات. قلت له بسميت من؟ قال لي بسميت المحامي ديالك، ها هي. قلت له نعطيك السر، عطيني داك الورقه دليل باش نشوف. زيد داك الورقه، مشيت لعند المحامي واجهته بها، قال لي انا ما شفتش هذا الشيك، ومهم شوفي شنو ديري، انا مازال ما عنديش هذا الشيك واخا جا بسميتي. هبطت في حالاتي، بقيت كنتسنى دابا يعيط لي، عاود طلعت لعندو. قال لي انا ما شفتوش. طلعت للنقابه، قال لي ما يمكنلكش الدخول لان ممنوع الدخول للزبائن. رجعت لعندو، بقى تيغوت عليا، قال لي انا راني عطيتك الشيك، انت مشيتي بدك النقابه وخديتيه. قلت له كيفاش والنقابه ممنوع ندخلو حنايا؟ جاو الناس معايا من عائلتي واجهوه، قال لهم انا عطيتها الشيك ديالها، هي ما تبقاش تتابعني. انا ما خديت والو، رجعت في حالاتي للدار. كنت مزيره هذيك الساعات، كنت عاطيه شي كريديات، بقيت مع الناس معيبه. قلت لهم انا ما خرجتليش النفقه ديالي، راه الفلوس عند محامي وما خرجتش. بقيت هكاك طالعه هابطه. صافي ملي مشيت لعندو، قال لي الملف ديالك مشى في الحفظ، انا ما بقاش عندي الملف ديالك، هي ما تبقاش تجي عندي. مشيت درت محامي واحد اخر، داك المحامي قال لي ما يمكنليش نتبع القضيه، خصني التنازل. قلت له الله يعطيك السر، انا داك السيد راني مشيت رفعت عليه دعوه، وفعلا رفعت دعوه على السيد المحامي الاول، درت دعوه للوكيل العام، وما خرجت منها حتى حاجه، ما عيطوليش. بقيت تنطلع ونهبط للمحكمه، تيقولوا لي الملف ديالك راه تيتدرس، ما تدرس ما والو. صافي تدمست القضيه، بقيت غاديه جايه، صافي ما هزيت والو من المحكمه. منين رجعت لعند محامي قلت له الله يعطيك السر، انت بينك وبينه انت محامي، يمكن لك تفاهم انت وياه، انا الا مشيت معاه غادي نتعايب انا وياه، انا راه هو عارفني رفعت عليه دعوه، ودابا يمكن لك انت تقول له الله يعطيك السر يعطيك التنازل. قال لي واخا. قلت له نديرو طريقه واحده اخرى. قال لي شنو هي؟ قلت له نديرو زياده النفقه، لان انا محتاجه الفلوس لبنتي، وما عنديش اللي يصرف لي على بنتي، وانا عايشه غير انا وياها، وما كاينش اللي كيصرف علينا. دير لي الزياده، ناخذ بعدا ديك الزياده ونشوفوا داك الميل بلاخور فين مشى. دابا درنا الزياده، مازال ما خديتهاش حتى هي، والفلوس الاولين ولا داكشي الاخر مازال ما شديت حتى شي حاجه. وكنطالب حاجه وحده، نعرف داك الشك فين مشى، وبغيت الحق ديالي يبان، ما نبقاش انا هكا مكرفصه انا وبنتي.